بسم الله الرحمن الرحيم. عندي تعليق بسيط إضافة لما سبق بتعلق بدعاوى الأيام دي ارتفعت وبقى التصرح بإلغاء قانون من قوانين الشريعة الإسلامية وهو قوامة الوالد على أولاده، وبنادوا شايف رافعين صورهم وعاملين منشورات بنادوا بأنه الأب ما يكون عنده أي سلطة على أولاده، الوالد ما يكون عنده أي سلطة على أولاده، ومن حق الطفل أن يقاضي أباه إذا منع منه ما يريد أو إذا ألزموا بأي فعل من الأفعال. بالبلد كده من حق ولدك ما يسمع كلامك وتقول له صلي يقول لك ما عندك دخل بالموضوع ده، وتقول له احترم الكبير ولا زور عمتك ولا اعمل أي حاجة من الدين الإسلامي يقول لك ما عندك دخل، كترت معاه الكلام يفتح فيك بلاغ. ده الموضوع، وده الآن بينادوا ناس بهذه الدعوة. قبل ما أعلق أنا دايركم تفهموا الغرض من وراء هذا الكلام، في هدف من وراءه، والهدف هو أن يقطعوا الطريق الذي يوصل إلى أولادنا الدين الإسلامي. دايرين يقطعوا الطريق لأنه الدين ده جزء كبير أنت بتتعلمه من أبوك ومن أمك في البيت، يقول لك صلي، يقول لك الألفاظ الكعبة ما تقولها، يعلموك أساسيات العقيدة، يعلموك مبادئ الأخلاق، يتابعوك على الأمور دي، يجلدوك عليها كمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع أعمارهم 7 سنوات واضربوهم عليها لعشر. خلوا بالكم هم دي ما درينا، تقول لي يا ولدك عمره 7 سنوات تمشي صلي وتعلمه الصلاة وتجيبه معك الجامع؟ لا، وصل 10 سنوات تجلده؟ يقول لك لا، جلدته ممكن يمشي يفتح فيك بلاغ. كويس، ده هم ما دايرينه عشان يقطعوا هذا الجيل الجديد من التعاليم الإسلامية ويبقى سهل ميسور لهم في يدهم. شوف أي إنسان، دي خطة قاعدة عندك، كل من انفلت على والديه سينفلت على ربه سبحانه وتعالى. أي زول طلع من طاعة والدينه بيطلع من طاعة ربنا طوالي، دي خذ قاعدة عندك. ولو ما قدرت تربي ولدك يسمع كلامك انت، اعرف انك انت فشلت في تربية ولدك انه يسمع كلام ربنا، لأن الوالد هو السبب في خلق الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة لقمان قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولشنو؟ ولوالديك. لاحظ، أن اشكر لي لله لأنه الخالق، ولوالديك ليه؟ لأنهم السبب. وأي زول ما شكر لوالدينه تأكد معاي ما حيشكر لربنا. ما عاد أشوف ربنا سبحانه وتعالى الوالدين أداهم حق كيف؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الحرام ما تطيعهم، في الشرك ما تطيعهم، قول لك خلي الصلاة ما تطيعهم، لكن لاحظ العبارة اللي بعدها فلا تطيعهما قال وصاحبهما، مع انه انت ما بتسمع كلام ابوك لكن الاب ده عنده مكانة خاصة، الغلط ما بتسمعه فيه لكن ما بترفع يدك عليه ولا بتنهره، مشرك الاب مشرك ما بتنهره ولا بترفع يدك عليه ولا بتهينه، فلا تطيعهما قال وصاحبهما
في الدنيا معروفة، تحسن له وتكرمه وهو غلطان معك وهو ظالم لك. يا أخي أنا عجبني موقف حكى لي واحد من زملائنا في العمل من أولاد كردفان. الولد مشى برا يتعلم في دول الغرب، دول الكفار دي، وعلموه القوانين بتاعتهم، وجا خلاص عامل فيها الولد يعني انه خلاص انا بقيت براي واي زول تاني انزلوا القانون طوالي. عنده دكاكين خلاها حقت الولد ذاته في السوق، مجموعه من الدكاكين. جا راجع لقى ابوه اتصرف في بعض الدكاكين دي، باع او اجرها. الولد بغباو مشى طوالي فتح بلاغ في ابوه، بلاغ في المحكمه في ابوه. اول ما جو قدام القاضي في المحكمه، القاضي قال للولد الشاكي، قال له الشاكي وانت دمنه؟ قال له ده ابوي. وشاكي في شنو؟ قال له شال دكاكين حقتي انا. القاضي نمره واحد قال لهم ده تدو 6 شهور سجن، والدكاكين العشرة سجل اللي أبوه كلهن. وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. الدكاكين كلها حقت الوالد وقال لهم ادعوا في السجن. والله القاضي ده عجبني عجب، والله راجل، ده راجل. ده يا أخواننا القانون بتاع الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال الشخصية من باب المعلومة في القانون السوداني مستمد بالكامل من الشريعة الإسلامية. عشان كده هسه المنافقين ديل قالوا ما دارينه. أي منافق والإسلام ما عاجبه والدين ما دايره، قالوا ده القانون ده بالذات ما دارينه. فهمتوا الحاصل؟ مستمد كله من الشريعة الإسلامية، بل نص قانون الأحوال الشخصية على إنه القاضي إن لم يجد نص للمادة اللي حول التحاكم يرجع إلى النصوص الشرعية. القاضي لو ما لقى مادة في القانون قدامه يرجع إلى النصوص الشرعية يحكم بها. ده اللي قالوا ما دارينه، وقالوا تفتح في أبوك بلاغ. يا أخواننا يا أخواننا، إحنا ممكن نصل لمرحلة زي دي؟ أنا والله مستغرب. ولدك أنت ربيته وتعبت فيه، وأمه حامل وتشيله وجيبه له شنو ما عارف، والليلة دايرة على الجور، وبكرة دايرة لي دومة، وبكرة ما عارف دايرة شنو، وانت تعبان ومساهر معه، وجات العملية دفعت القرشات اللي في جيبك كلها واتدينت شانيل دو والسماية ولام من لها وسميت له، يجي يكبر يقول لك لو اديتني كف بفتح فيك بلاغ. والله انا ده شخصيا ادي كف قدام القاضي، والله يطقه قدام القاضي. هي ملعبه ولا شنو؟ ملعبه هي؟ ده حقك، حق الوالد عليك. ربنا قال ولا تقل لهما اف، قال لك اف ما تقول له تفتح فيه بلاغ. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ده حق والدينك. لكن نحن غايته بس الحمد لله في البلد دي ابتلينا، اي زول ينادي بحاجه ينادوا ما دارين القانون ده. القانون ده ضاركم بشنو؟ ضاركم بشنو؟ ونحن في البلد دي ما اذونا الا النوع المتربو كويس زي ذاتهم. انتوا دارين السودان كله ما يتربى كويس؟ خلوا الناس في حضن والدينهم عشان يتربوا تمام، يكونوا عناصر ناجحه للمجتمع. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.